السؤال التاني والأهم والأخير إن شاء الله. ايه أنا كنت كلمت حضرتك بخصوص والدتي قبل كده، اللي بقول لك اتجوزت على بعد والدنا، بعد وفاة والدنا، وجوزت أختي اللي هي من مؤمنة، من الأرض اللي هي تحت حيازتها، وبعد كده قالت إن هي باعت أصلا من ميراثها من أبونا. فهي أنت حضرتك ساعتها قلت لي أمك ظالمة، فما كنتش معرف حضرتك ان هي باعت من احنا ما كناش نعرف ان هي باعت من ميراثها الخاص هي. يعني الآن لما مات أبوكم رحمة الله تعالى عليه وعلى نعم. والدينا المسلمين، يفترض أن تركاته تقسم. لا، ما فيش حاجة اتقسمت. ما أنا بكلمك، هو المفترض كده أنها تقسم. نعم فلما نعم تقسم، أمك لها منه الثمن في زوجة تانية على ذمة والدك، ولا لا ما لا، هي دي بس. يعني أمك لها الثمن، وكوبا ذلك التركة للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم للذكر مثل حظ الأنثيين. بعد كده لكن هي ما عملت كذا، أخذت فلوسكم تجهز بها أختكم من أبيكم، من المرأة الثانية. نعم طيب فظلمت، ما اختلفناش إنها ظلمت الآن. يعني هي المفروض ما كانتش تبيع لما تاخد حقها هي، اللي هو الثمن. أمك هي لها ثمن فقط، ولا تتسلط على مال أحد. طب تعمل ايه دلوقتي عشان بس تعمل ايه طيب؟ سامحوها انتم ولا حاجة، ولا اعملوا لو لها فلوس خذوا منها حقكم. نعم، لكن هي ما كانش ينفع تبيع لما اصلا التركه تتأسس. هتباعت ما ليس لها، هي الذي لها الثمن، تمام باعت ما ليس لها، باعت أملاك لا ليست لها. بارك تمام الله فيكم، تمام جزاك الله خيرا. الله يبارك فيكم.